عم نرضى ننزلها والله. اسمع قال اذا ادهم بحبنا دخلي بوسه. لا صح لك يا ادني بوسك انا اصلا. انا صح لك انك تبوسني وقايد توجع. نو انا ساعة تبوسني اصلا انا ما كنت عارف. لانه خالتي عم بتشاهد اللايف. هاي غبية لك بنات. انت انت اخي اخي واختي وامي وابي. من جيرانه. وابن جيراني وابن جيراني. لا حدا يسألها هيك أسئلة. خلاص روحي أنت. أنا كتب الكتاب يوم الخميس الجاي. نو ما راح نقول ولا شيء. هلا هلا خلاص أنت ما تجاوبي. معلش ما تجاوبي أنا. أوكي أنت جاوب. أنا هيك بتحكي اللايف أنا ما بعرف جاوب. Thank you روح الروح. Thank you بي. هذا يسألها بعد صلاة الجمعة. إيه يوم الخميس. شلون زبطت يوم الخميس بعد صلاة الجمعة؟ شلون زبطت؟ ولا نعطيكم اعتراف. حاعطي اعتراف. شو هو؟ لا وشوشيني قبل ما تعطي. لا لا الليلة شو هو اعتراف؟ لا لا بدك تجيب العيد. لا ولا ما رح جيب العيد. ما بدنا مشاكل. لا لا عندي اعتراف. يلا سو يا جماعة عم تسمعوني ما عم بيعلق. لازم الكل عم يسمعوني. الكل عم تسمعوني. عم نسمع نحكي معهم هو مش معك انت. عم تسمعوني صح؟ عم يسمعوكي. عم قالوا لك ايه اسمعوها. اوكي شو الاعتراف انه بدي اياكم تتشكروا ادهم كتير. ليش؟ ليش؟ انه ادهم لما الانستغرام تبعي تسكر هو اللي ساعدني لحتى انا رجع. وساعدني في كل شيء يعني مو بس انه جاب لي حدا بيرجع. وساعدني حتى في ال... هو اللي دفع له هو اللي اهتم بكل شيء. والله جابت لي كان مشكل سو بديكم تتشكروا. هل هذا اعتراف بيعرفوا اصلا مين قلت لهم؟ لا ما قلت لهم بس بيعرفوا يعني سواء عن جد. و لانه وقتها كان عندي مشكله بالكارت ما قدرت اني ادفع. خلاص شيلك البيرسينج اللي حطيه على سنك. ها والله بدي شيل. كفو. شو يعني كفو؟ نعطيك كفو. كفو يعني برافو. برافو يعني كفو. والله ابدا يا رجال جنتل. حب حلاك بحب تهني بحبي. شكرا ادهم. 52 شكرا. شكرا سوري.